تتوقع هيئات الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل، مائل البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر حار نهاراً على أغلب الأنحاء. خلونا مع حضراتكم نتعرف على تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتور محمد وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم. يعني حابين نتعرف من حضرتك على حالة الجو النهاردة إن شاء الله. بالتأكيد طبعا احنا يمكن بنشهد جو خريفي مستقر تماما على كافة مناطق الجمهورية، لكن خلينا نقول ان درجات الحرارة الفترة دي تعتبر اعلى من معدلاتها الطبيعية بارتفاعات طفيفة بمعدل درجتين تقريبا. اليوم تحديدا متوقع ان العظمى على القاهرة تكون حوالين 32 درجة مئوية، بتنخفض بشكل طفيف كلما اتجهنا شمالا في اتجاه محافظات ومدن الساحل الشمالي، وبترتفع ايضا بشكل تدريجي على محافظات الصعيد كلما اتجهنا جنوبا. وبالتالي نقدر اجمالا نوصف حاله الطقس بانه خريفي حار خلال فترات الظهيره، معتدل خلال الساعات الاولى من الليل بمجرد غياب اشعه الشمس، لكن خلال ساعات الليل المتاخر وساعات الصباح الباكر اللي بنسجل فيها اقل درجات حراره على مستوى اليوم، بتكون فيها الأجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة المناطق اللي ليها ظهير صحراوي زي محافظات الصعيد ومناطق كمان من سيناء وبعض المدن الجديدة الموجودة في نطاق باقي المحافظات. وبالتالي استقرار تام في الأحوال الجوية مع درجات حرارة زي ما قلنا تعتبر أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، مكملة معنا إن شاء الله لمدة أسبوع على الأقل درجات الحرارة حول هذه المعدلات. جميل. الظاهرة اللي موجودة حاليا وتعتبر هي الظاهرة الرئيسية هي الشبورة المائية اللي بتكون موجودة خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب مناطق شمال الجمهورية. بدأت الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا على العديد من المناطق من ضمنها محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ربما تكون أقل كثافة على مناطق من شمال الصعيد. وكمان بيساعد على كثافة الشبورة هو هدوء سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل مع استقرار زي ما أشرنا على أغلب مناطق الجمهورية، وده مكمل معنا إن شاء الله لمدة أسبوع على الأقل. وده بيستلزم طبعا الحذر على الطرق السريعة سواء الصحراوي أو الزراعي أو غيرها من الطرق. كلنا بنحس اليومين اللي فاتوا أنه بالليل الجو بدأ يبرد شوية، هل الأيام اللي جاية هتنخفض درجات الحرارة أكتر وتحديدا الفترة الليلية؟ بالتأكيد احنا خلاص يعتبر احنا في داخلين على منتصف فصل الخريف. الفترة القادمة كل ما تعمقنا فيها اكتر المفترض ان المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة بتكون اقل سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل. الفترة دي الحالية بتبدأ الصغرى على القاهرة اللي بيتم تسجيلها خلال ساعات الليل المتأخر بتكون في حدود ال 22 درجة مئوية، طبعا بتكون اقل ما بين ال 18 ل 19 درجه خلال ساعات الليل على مناطق من شمال الصعيد. وبالتالي كل ما تقدمنا اكثر في الوقت على نهايه اكتوبر ان شاء الله وبدايات الشهر القادم مفترض ان المعدلات الطبيعيه لدرجات الحراره هتكون اقل من كده، لكن خلينا نقول ان هي الفتره الحاليه هي فتره تذبذبات واضحه في درجات الحراره بسبب حدوث انفصال في الكتل الهوائيه. مفيش تجانس في الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا الفتره اللي جايه، وده هيكون هو سبب التذبذب ما بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفه في درجات الحراره. علشان كده بناكد على المواطنين بتوخي الحذر التام من مساله ارتفاعات وانخفاض درجات الحراره. دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، بنشكرك وصباح الخير على حضرتك. نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في كافة المحافظات المصرية، والبداية طبعا من القاهرة اللي بتسجل فيها العظمى 32 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى 31 الصغرى 21، اسكندرية 30 21، العلمين الجديدة 29 21، أما مطروح العظمى فيها 28 والصغرى 22، دمياط 29 24، بورسعيد العظمى 29 والصغرى 24، أما محافظة الإسماعيلية 33 العظمى والصغرى 20. نروح مع حضراتكم للسويس، العظمى فيها 32 والصغرى 21، العريش 30 20،
كاترين 26/13، طابة 31/22، حلايب 31/24، شلاتين 34/25، شرم الشيخ العظمى فيها بتسجل 34، أما الصغرى 26 والغردقة 35/25. يروح لمحافظة الفيوم، العظمى فيها 34 والصغرى 20، بني سويف 34/20، الوادي الجديد 37/23، أسيوط 35/19، أما محافظة سوهاج فالعظمى فيها 36 والصغرى 20، قنا 37/21، الأقصر 37/22، أسوان 38/23.